حميدي، لقد استرجعت قواك بنجاح، فقد ثبتت قدمك المكسورة بمسمار معدني وحققت نجاحا في استرجاع قواك، إما الآن أو أبدا. فاليوم ستبدأ لعبك الجديد في كرة القدم. افتح عيناك جيدا وانظر بهما بدقة وانتباه. ها؟ يوجد هناك شخصان. لا، أنا مخطئ، لا يوجد إلا شخص واحد. من أنت؟ أنت حميدو، أليس كذلك؟ نعم. إذن خذ. هل ستلعب مباراة معي؟ لا بأس، هيا بنا. عنوان هذه الحلقة: توأمان في الملعب. والآن عرفت أنك ستصبح لاعب كرة محترف، لكن من أنتما؟ يسعدني أنك مهتم بنا هكذا. ويل لك، اهدأ يا حميدو، سنشاهد لعبك الجيد إن كنت تريد أن ترينا ذلك. يا لك من ثرثار. حسن، هيا بنا نبدأ. من منهم الذي ضرب الكرة؟ لكن هذا لا يفيدني. لكما من شخصين غريبين. يعني أنك لا تستطيع أن تلعب معنا نحن الاثنين؟ لا بأس، لا نمانع في أن تلعب مع واحد منا. ويحك. هيه، إنك مرهق من تلك الضربة، أليس كذلك؟ ها نحن نبدأ، هيا بنا. تستمرون أم اكتفيتم؟ سنستمر. كانت ضربة جيدة، أليس كذلك؟ حسن، يكفي الآن. كابتن ياسين، هل تعرف الكابتن ياسين؟ حميدو، دعني أقدمه لك. هذا عامر جميل وهذا سامر جميل، إنهما أخوان عندهما أسلوب رائع،
لابد انك لاحظت ذلك. الصحيح انه ايضا لاعب عظيم يا كابتن ياسين، وانا متأكد من انه سيصبح لاعبا محترفا يوما ما. هل طلبت منا المجيء الى هنا لتعرفنا على حميدو؟ هذا صحيح. هل تعرف الناس دائما هكذا يا كابتن ياسين؟ يا لها من طريقة غريبة لت... حميدو، كنت محقا في أن تخلط بين الأخوين التوأمين. لقد تبت بينهما. عليك أن تعرف أولا ما هو الأسلوب، وبعد ذلك تهاجم بالطريقة السليمة. هذا هو الأسلوب الصحيح. نعم. تذكر يا حميدو أنك قطعت الظل جيدا. ماذا؟ قلت إنك قطعت الظل. لقد رأيت ما هو الظل. نعم. تعني أنهما توأمان؟ توأمان؟ حسن؟ لا بأس. حسن؟ لنرى. أنت عامر وأنت سامر، أليس كذلك؟ إنهما متشابهان تماما. هل أنت سامر؟ انظر، أنا سامر. وأنا عامر. لقد استسلمت، أنا مرتبك. ها؟ انظر إلى التوأمين، إنهما فريدان من نوعهما. نعم، إنهما رائعان. إنهما يشبهان بعضهما، كما أنني أحببت اسميهما كثيرا، عامر وسامر من المدرسة الثانوية. إنهما فريدان، أليس كذلك؟ لكن لماذا أحضرهما السيد ياسين إلى هنا؟ لا أدري، قال إنه يعرفهما جيدا، كما أنه أمر مهم فعلا. عندما اتحد ظلاهما في الظل لم أستطع أن أميز بينهما، لقد كانا شخصا واحدا. ظل؟ لم أفهم يا حميدو. ولا أنا أعرف ما يعني ذلك. لم يحضر الكابتن ياسين اليوم بعد، ولا السيد مختار. أين ذهبا؟ أنتم يا شباب لماذا تضيعون وقتكم؟ إنه وقت بدء التمارين. ها قد جاء مدرب آخر، هيا بنا. حميدو حميدو حميدو. لا تصدق. ماذا سيعلمني الكابتن ياسين من خلالهما يا ترى؟ رياض؟ نعم. تمسكه العظيم بالكرة هو ما نحن بحاجة إليه الآن. لعب جميل، نحن بحاجة إلى دقته. هذا
مرحبا يا سليم. ها؟ الكابتن ياسين، أليس كذلك؟ هذه لك، وهذه لك، وهذه لك يا حميدو. ما هذا؟ واو، أشعر أنني مرتبك. أحس بهذا الشعور عندما أشاهد فتاة جميلة. لماذا تشعر عندما تراني يا دبوس؟ عندما رأيتك لأول مرة شعرت وكأنني أكلت دزينة من الليمون، لكن أنا آسفة جدا لسماع هذا. انظروا، الكابتن ياسين والسيد مختار قادمان. كيف تجري الأمور يا عامر؟ نحن أصدقاء الآن يا سيدي. هذا رائع، دعوني أقدمكم إلى أصدقائنا الجدد يا شباب. أصدقاء جدد؟ من هم؟ تعالى. سليم؟ رياض؟ أهلا يا حميدو. مرحبا يا رياض. مرحبا حميدو. إنكم تعرفونهم جميعا من قبل. عامر، سامر، هذا هو سليم من المدرسة الثانوية، وهذا السيد رياض من المدرسة الزراعية. بالمناسبة يا سيد مختار، لماذا أحضرتهم إلى هنا؟ أحضرتهم. اسمعوا يا شباب، من أجل التعادل مع أسلوب وقوة الفريق البرازيلي، على كل واحد منا أن يلعب بأسلوب وقوة مقبولين. سليم ورياض يلعبان بذلك الأسلوب والقوة، أنا متأكد أنهما سيكونان جزءا جيدا من فريقنا. لقد تحدثت مع السيد مختار وقررنا أن نشكل فريقا جديدا ليلعب في المباراة ضد الفريق البرازيلي، وسوف ندعو اللاعبين الجيدين من جميع أنحاء البلاد. آمل أن تحفظوا هذا في أذهانكم. هكذا إذن سليم ورياض. حميدو، أنا سعيد جدا لألعب معك. لنحاول الفوز في المباراة مع البرازيليين. أنا أتوقع الكثير من تمسكك بلعبة كرة القدم يا رياض. حسن، لنبدأ التمرين يا شباب، هيا بنا. حاضر. جربوا الضربة الانفرادية. ها أنا ذا. حسن، سأكون الأول. هيا، من هو التالي؟ هيا بعده التالي. ضربة قوية يا رياض. ضربة جيدة يا سليم، أليس كذلك؟ نعم، إنه دوري. أنا مستعد، هيا. خذ هذه. ضربة جيدة. الآن دورك يا حميدو. حسن يا دبوس. دبوس، توقف يا حميدو. حسن، سأخذ مكانه الآن. هيا. أنا خجل من نفسي. أوه، إنهم جميعا لاعبون جيدون، لا أستطيع عمل شيء. هيا عامر وسامر.
اندمجا في شخص واحد. ضربة موفقة. ما الذي يجري؟ كما ترى إنهما أخوان توأمان يتحركان بسرعة فائقة وكأنهما خيال. مثل الخيال تماما. نعم مثل الخيال تماما. حسن ليتمرن أكثر. جميعهم شبان أقوياء من فريق كرة القدم الأول. حميد، سليم، رياض، جميعهم لاعبون جيدون، لكن إذا كان حارس المرمى غير جيد فلن يكون باستطاعتنا الفوز. نعم لن ينفعهم ان اكون انا حارس المرمى. سيد مختار، اريد ان اقول لك شيئا. سأفوز في المرة القادمة. حميدة، ماذا؟ لنا معك حديث هام. أتسمح أن تأتي إلى هنا؟ ماذا تريدون؟ دعني أكلمك بصراحة يا حميدة. عن ماذا؟ فهنالك عدة أشخاص وسيمون انضموا إلى فريقك. ألم تلاحظ ذلك؟ ما الذي تتكلم عنه؟ أنت بطيء الفهم يا حميدة. نجلاء. ماذا؟ نحن نعرف أنك مهتم بها، ولكن لماذا لا تخبرها بذلك يا حميدة؟ ماذا؟ هذا أمر مفروغ منه. وأنا متأكد أنه لديك وقت كاف للتفكير بنجلاء يا حميدة. أوه اسكت. ما الأمر؟ لا لا شيء. يا لك من جبان. حميدة جبان؟ نعم جبان. أيها الشباب استمعوا إلي، بالنسبة لحارس المرمى في المباراة مع الفريق البرازيلي. ماذا؟ ما به دبوس؟ كما تعلمون لدينا الآن حارس مرمى أفضل مني أنا، أليس كذلك يا سيد مختار؟ هذا صحيح، وقد أوصى به دبوس وأنا وافقته، وكذلك الكابتن ياسين. ما هذا الكلام يا سيد مختار؟ هاي تعال. ها كمال نسيم. مرحبا حميدة. مرحبا سليم. مرحبا رياض. أنا سعيد لرؤيتكم ثانية. ونحن سعيدان برؤيتك يا كمال. نعم هذا أفضل له. دبوس، نحن نقدر شعورك الآن يا دبوس. أوه أشكركم كثيرا. نحن نفهمك فعلا. أنت إنسان عظيم يا دبوس. هل أنا كذلك حقا؟ إني مسرور لسماع ذلك. كابتن ياسين، لأنك جمعت كل هؤلاء اللاعبين الرائعين، يجب أن نبذل جهدنا لنكون عند حسن ظنك. هذان الأخوان التوأمان وظله، إن الكابتن ياسين يحاول أن يجعلني أتعلم شيئا من خلالهما، لن أفشل في أن أتعلم.